يقولون عني غنوم البوليوودي. وتم مركب ورا الناس لين اخذ حقوقي. وقف بي وايدين حاولوا يهدوني لكن ما بصعب حد يمسكني لان هذا الشيء من سابع المستحيلات. هذا غنوم اللي ندور عليه. نقطة ضعف غانم عندك. هذا جاسم صديق الوفي، وهذه ليلى حبيبتي. اخطفها وبكذا نستدرج غانم لنا بسهولة. يد عودة عايشة برا البلاد؟ لا الصراحة ما أعرف شيء. ما تتخيل شو عندها من الممتلكات. يعني يدتي مليونيرة؟ يدتك ملتي مليارديرة. أنا ملياردير ملياردير ملياردير. أنا ملياردير ملياردير ملياردير. أنتوا في بينكم بين حد عداوة؟ شكلها مو بعداوة، عصابة. ورجة أبو ظبي القديمة والجديدة رسالة وصلت. يعني يوم انا فقير ملاحقيني وحتى يوم استغنيت تلاحقوني، شو تبون مني انتم؟